الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. أقول إخوتي الكرام، السنن باب زكاة الحبوب، باب القدر الذي يأتي فيه الصدقة. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد عبد الله بن مبارك، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. أخبرنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد وعبيد بن عمر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد قال عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. وقال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وعن عمر بن يحيى عن عمرو يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس زود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. نعم، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على النصاب، النصاب للأواقي، النصاب إلى الزود، للزود النصاب في الإبل، النصاب في الثمر، النصاب في الفضة، النصاب في الفضة أن يصل إلى خمس أواقي يعني يصل إلى 200، لأن الأوقية كان 20 درهما، ويبقى نصاب الفضة يعني نصاب الفضة 100 درهم، نصاب الفضة 100 درهم. وأيضا في الإبل ليس فيما دون خمس زود، خمس إبل يعني أقل من خمس إبل ليس فيها صدقة. طيب، باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر. قال مصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا هارون بن سعيد بن الهيثم أبو جعفر الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقط السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وما سقي بالسواني نصف، والنطح نصف العشر. وقال أخبرنا عمرو بن سواد عن ابن الأسود بن عمرو وأحمد بن عمرو والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمعه عن ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث إن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقط السماء والأنهار والعيون العشر، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. وقال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر وهو ابن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ مما سقط السماء العشر، فيما سقي بالدواري نصف العشر. هذه كلها جاءت على مسألة المقدار الذي يخرج من الزكاة، المقدار الذي يخرج من الزكاة بالنسبة للثمر، المقدار الذي يخرج من الزكاة بالنسبة للثمر، يعني المسألة فيها على الكلفة. احنا قلنا ان وظيفة المسألة في التشريع على الزكاة هو ان المال يتحمل المواساة، ان المال يتحمل المواساة، والمال لا يتحمل المواساة الا اذا كان كثيرا. فجعل الشرع المعيار في المال الذي يتحمل المواساة ينظر في النفقة وينظر في التكلفة وينظر في ما يملك، ثم ذلك يفرض الزكاة. فهو قال: إذا كانت السماء هي اللي سقط مش هيتكلف، السوق مش هيتكلف شيء، يبقى الخارج من الأرض عليه العشر. طبعا إذا بلغ إيه 5 أواسق فعليه العشر، وإذا تكلف حفر بئرا أتى بمكنة رش يعني دفع تكلف كما هو في السقيا بالسواقي، أمين أمين، السقيا بالسواقي فهذا عليه نصف العشر. شوف كيف يفعلون الشرع كيف يفعل. نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء العشر، وفيما سقط الدواري نصف العشر. وهذا كما قلنا في هذا الباب هي مسألة المال التكلفة، إذا تكلف أو لم يتكلف، إذا تكلف أو لم يتكلف، لم يتكلف ففيها العشر كاملا، وإن لم يتكلف ففيها نصف العشر. هذه مسألة على الكلفة فيها نصف العشر، لم يتكلف فيها العشر حتى يكون المال فيه ما فيه بتحمل التحمل. نعم، يقول المصنف: باب كم يترك الخارص. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت خبيب بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن مسعود ابن نيار عن سهل بن أبي حثمة قال: أتانا ونحن في السوق فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث شك شعبة فدعوا الربع. قال: إذا خرصتم
فخذوه ودعوا الثلث. فإذا خذتم فإذا لم تأخذوا أو تدعوا الثلث فدعوا الربع. هنا في معنى ذلك يعني هو بيخلص وبيقول له كم وثق الآن فما جف، فبيقول له قلل منها ثلث، والثلث هنا بيقول دعها لأنه بيكون فيها الهدايا، بيكون فيها ناس دخلت الـ 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 البستان جدد في التقديم أو بعد الوهم، بس على الأمر على الهدايا أو على الذين حضروا الخرص وهو شايف الحصاد بيبقى قلبه تعلق بالثمرة فيقول له تعطيه أيضا من ذلك. وبعد ذلك بعد الخرص يعني يقول له مثلا عندك 500 وسق فيشيل منه الثلث، يعني يقول شيء منه 100 أو أكثر من ذلك في هذا الباب، يقول له والباقي هو الذي تدفع عليه العشر، أو الباقي هو الذي تدفع عليه نصف العشر على ما كان قد تكلف في هذا الباب. نعم نقف عند هذه الفوائد المستنبطة. أنصبة الزكاة توقيفية، المال الذي تكون فيه الزكاة والمال الذي يتحمل المواساة. شوف حتى قال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى فهو كتب لهم أيضا، طب حضروا يبقى لابد من إرضائهم. الخرص بالظن الخرص انه ينظر يقول فيها 100 وسق فيها 100 وسق. سعة الشريعة لم تترك شيئا قط الا اتت به. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.